غارة ثالثة في ذات المكان، إنه حي الشارب الواقع بمدينة أوباري في قصف لم يتبنه أحد حتى اللحظة. هذه المرة أخلت الأفريكوم مسؤوليتها من الغارة وقالت لموقع إير وورز إنها لم تقم بذلك لتقيد الغارة ضد مجهول، وهي التي أسفرت عن مقتل شخص قيل إنه جزائري الجنسية وفق شهود عيان. بحسب الشهود فإن الغارة كانت على منزل تتردد عليه مجموعة مجهولة منذ فترة، وتصطف أمامه سيارات مجهولة أيضا قبل أن يستهدف بالطيران. أواخر مارس من العام الجاري أعلنت الأفريكوم تبنيها لغارة جوية على منزل بالحي نفسه. عثر بعد الاستهداف على جثتين دون رأس نسبت تبعيتهما لتنظيم القاعدة، حيث تداولت أنباء عن قطع رؤوسهم من قبل مجموعة مجهولة بعد اقتحامهم المكان. وكان شهر فبراير الماضي شاهدا على أولى الغارات التي تنفذها طائرة دون طيار تابعة للأفريكوم على حي الشارب، أسفرت حينها على مقتل قيادي بتنظيم الدولة بحسب الأفريكوم. لماذا هذا المكان تحديدا؟ سؤال يظل مطروحا دون أي إجابة شافية من أي جهة، خاصة بعد أن قالت الأفريكوم إن آخر عملية في ليبيا كانت في 13 يونيو، ما يرجح وجود خلايا تابعة للتنظيم في المنطقة الجنوبية التي أصبحت لقمة سائغة لأي قوة تستهدفه وتثير القلاقل فيه دون أي دور للسلطات الرسمية لبسط الأمن قبل أن تتسع رقعة الفوضى شمالاً.